راجل، طلعت طلع معي راجل، يعني ما حسيتوش اني طفل ولا صبي ولا حاجه ابدا. طلعت هو راجل ورأي راجل يتكلم يعني كلام ناس كبيره. برضه في المدرسه كان متفوق خالص، يعني كان يقرا كتب ابوه ويقرا كتب الناس الكبيره، وهو كان لسه ماذا في الابتدائي ويقرا الكتب تحت الشعر وتحت الفقه والدين وكله يقراه، وكان هو ويقرا الانجيل على كده والتوراه والزبور والقران كله خلصوا على كده. يمكن زي قال لكم عليه، وكان لسه ما دخلش السنه. والله كنت يعني مش انا بس اللي حاساه، كل الناس كانت، حتى الاساتذه بتوعه في المدرسه في المكان كلهم يقولوا ده يعني اللي مستقبل باهر وكده. وكنا كان عاملين يعني بنوت ابوه راح يتراجع ولا كده. برضه استمر زي ما هو برضه في قرايته وكتبه واطلاعه، يعني كان يقرا من الكتب، من مجلات سمير الصغير اللي كنا نجيبها الان في الكتب الكبيره، يعني ما عنديش حاجه اقول تتاخر فيه، يعني بالكبيره بالصغيره على يده كده كله يقرا، يعني عندي هوايه القرايه من صغير. جا لما خد الثانويه فانا قلت له يعني لازم تدخل الكليه، وانت ساره ما تدخلش الكليه، قال لي اه، ومشي برضه على حساب في الكليه، وراح هناك ودخل كليه اداب، ما كملش راح قاعد يشتغل، اشتغل في مصر قاعد يشتغل. هي بعت له بقول له عايز فلوس، عايز يقول لي لا. طب انت دخلت الكليه؟ يقول لي اه دخلت الكليه. كذب علي، ما رضاش يزعلني، عشان انا قلت له ما لازم تدخل الكليه، ما تقعدش شهاده متوسطه. فانا بتنقسم اثنين، شخصيه الفنان ساعه ما بيبدع فن، وفي شخصيه الفنان اللي هي الاجتماعيه اللي بتعيش مع الناس وبتسكن وتعاني كل ما يعانيه الناس. فاي شخصيه من شخصيتين، كل شخصيه منهم تنعكس على الثانيه وتؤثر فيها سلبا او ايجابا. يعني والدي كان من علماء الازهر، كان شاعرا يكتب باللغه الفصحى والشعر العمودي او الخليلي، و كان منزله يعني يسير في جو محافظ جدا، لم يكن يسمح لي يعني باللعب في الشارع او النزول او الاختلاط باعتبار ان انا الابن الاكبر، وهو يعني يرى انه حقق في التربيه السليمه عن طريق عزلي عن الاخرين وعن فيمكن هو الجو المنعزل ده اللي خلاني اتجه الى القراءه اكثر مما اتجه الى النشاطات الاخرى، يعني زي الرياضة أو زي الرحلات أو زي الأشياء زي كده. وكان في البيت في مكتبة كافية، يعني بحيث أن الإنسان يقدر يقرأ فيها ويحفظ. يمكن علاقة الإنسان باللغة وعلاقة الإنسان بالقراءة أصلا نشأت من خلال البيت والمناخ اللي اتفرض عليا وأنا صغير، بحيث لما يعني توفي والدي وأنا في سن 10 سنين ما كانش ممكن أن أنا أغير هذا النظام، واستمرت حياتي على هذا المنوال. يعني
علاقتي الأساسية هي بالكتاب، علاقتي بالعالم هي بالكتاب، رؤيتي للعالم حتى من خلال الكتاب يعني. لكن أمي كانت أكثر تقبلا لفكرة أن أنا ممكن أخطئ وممكن أن أفعل أشياء كثيرة خارج الواقع، يعني كانت تعاملني كطفل بينما كان أبي يعاملني كرجل. لي شقيقة اسمها أحلام، تزوجها مهندس تعدين يعمل في البحر الأحمر، ولي شقيق محاسب اسمه أنس وهو يعمل حاليا في العراق. فأنا المسؤول عن البيت يعني بعد أبي، رغم أن أنا طفل صغير، والمسؤول أيضا أن أنا يعني أحب أكون في العيلة مكان أبويا في، فده أيضا بيكلف الواحد أن هو يلبس قناع الرجل وهو لسه في سن مثلا 12 13 سنة أو 14 سنة، يلبس قناع الرجل في المجتمع الصعيدي المحافظ ده. أول يمكن كتاب لفت نظري كان وإسلاماه للأستاذ علي أحمد بكثير، وأعجبت به إلى درجة أن أنا قررت أن أنا أستمر أقرأ روايات يعني، وقررت حتى أن أنا أكرس حياتي عشان أكون قصاص أو روائي. وطبعا روايات الهلال سواء كان منها عربي أو مترجم يعني لمؤلفين عرب أو أجانب، الكتاب الذهبي الفترة دي، وأيضا كان في مجلة رسالة جديدة لكان يرأس تحريرها المرحوم يوسف السباعي، وكان في نهضة أدبية في النشر وفي الثقافة في أوائل الخمسينات يعني. فممكن أقول إن كل كتاب قرأته في ذلك الوقت كان صديقا لي أكتشف من خلاله عالما جديدا يعني. لم يكن في ذهني إن الشاعر ده ممكن أن يؤلفه بشر مثلنا يعني، لأنه الشعر له نظام خاص، وتقريبا كل الأشعار اللي كنا سواء ندرسها في مدرسة أو نشتريها لشعراء لم يكونوا على قيد الحياة يعني. أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم أو خليل مطران أو جبران خليل جبران أو شفيق المعلوف، أو كل يعني هذه الأسماء كانت أسماء موتى. فكان الشعر بالنسبة لي عالم مغلق، وإنه فن لا يصنعه الأحياء، لأنه يحتاج إلى نوع من النظام في رص الكلمات بحيث ينتج عنها في النهاية معنى وموسيقى في نفس الوقت، وهذه خطة خارقة كانت في نظري. وطبعا سألت يعني كيف يمكن أن يصبح الإنسان شاعرا، فأجبت بالإجابة الخالدة يعني أنه من حفظ ألف بيت صار شاعرا. طيب مسألة سهلة يعني، أحفظ ألف بيت و على المكتبة بتاعت المدرسة والمكتبة بتاعت البلدية أستعير دواوين، ولأنه لا يوجد وقت لأحفظ، وكنت أنقلها في كداريس يعني أكتبها مرة أخرى. فاكر أنا يعني جميع مسرحيات عزيز أباظة، جميع دواوين علي محمود طه، ديوانين للشاعر إبراهيم ناجي، محمود حسن إسماعيل، كل هؤلاء يعني استنسخت جميع مطبوعاتهم، وأعطيت نفسي فرصة طول السنة وفي الأجازة الصيفية لأحفظ هذا الشعر. وبعد ذلك حاولت أيضا في دراسة العروض ومعرفة موسيقى الشعر، كنت بكتب شعر موزون ومقفى، وكنت ضد الشعر الحديث في ذلك الوقت، لأنه كنت بعتبر أن ده هروب من قيد اللغة وقيد الموسيقى يعني كما أتصورها في ذلك الوقت. ويعني أنا أعتقد أفتكر أنه أول قصيدة يعني كتبتها وكانت مستقيمة كانت عن فلسطين، يمكن لأنه برضو قدر الجدية اللي في داخلي أو قدر الصرامة اللي في داخلي لم يكن يبيح لي أمام نفسي أن أكتب قصائد حب أو قصائد مثلا إخوانيات أو هجائيات كالتي تكون بين
التلامذة في هذا السن يعني بينهم وبين بعض يعني. فكتبت قصيدة عن فلسطين، وكتبت قصيدة عن عيد الأم وعن السلاح، لأنه في سنتها دي كان في صفقة السلاح وأسبوع التسليح، صفقة السلاح الأولى للجيش المصري في ذلك مع تشيكية، كانت تسمى صفقة الأسلحة تشيكية. فكانت أغلبها موضوعات وطنية تتعلق بالوطن وتتعلق بالاهتمامات العامة.